لآخر تطورات وأي جديد. معنا من هناك من إربيل مراسل الأخبار الآن وسام يوسف. وسام، الكلمة لك لتطلعنا على أي جديد. نعم ميسون، اليوم أيضا كان هناك تقدم جيد من قبل القوات العراقية، مثل ما ذكرت بيت القائد قوات الإرهاب، مثل ما ذكر أن مقاتلو داعش أصبحوا يتناقصون يوما بعد آخر، كما ذكر لكم من 200 إلى 250 وربما أقل من هذا العدد كما يذكر بعض المدنيين. المدنيين الذين نلتقي بهم يذكرون من 100 إلى 150 مقاتل من مقاتلي داعش. اليوم قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من تحرير منطقة سوق الشعارين، سوق الشعارين تعتبر محاذية وجزء من منطقة الميدان، هذه المنطقة المهمة التي انحصر مقاتلو داعش فيها. الجزء المهم ميسون من على الأرض ربما نتحدث عنه، مقاتلو داعش المساحة التي أصبحوا يسيطرون عليها لا تتجاوز 300 متر مربع، التي هي جزء من مساحة منطقة الميدان فقط المحاذية لنهر دجلة. ربما في الساعات القليلة القادمة في أسوأ الحالات ربما أيام قليلة قادمة تتمكن القوات العراقية من تحرير المتبقي من هذه المنطقة التي أخذ مقاتلو داعش تحصنوا فيها. إضافة إلى ذلك قوات الرد السريع تمكنت اليوم من تحرير منطقة الشفاء المجمع الطبي الذي كان مقاتلو داعش يتحصنون فيه كآخر معقل لهم في هذه المنطقة، تمكنت من تحريره. أيضا هناك الكثير من الجثث رأيناها نحن اليوم في هذه المنطقة، جثث مقاتلي داعش التي تركوها في هذه المنطقة. بالفعل المعركة تتجه إلى الحسم في الساعات والأيام القليلة القادمة، لو يعلن بشكل كامل وبشكل ناجز تحرير مدينة الموصل من آخر تواجد لمقاتلي داعش فيها. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. من أربيل كنت معنا مراسل أخبار الآن وسام يوسف.